يوما بعد يوم يثبت أبناء الموصل ونينوى أنهم قادرين على صناعة الحياة من جديد. فجامعة النوري ومأذنة الحدباء هي تعتبر هوية الموصل. طالها الدمار والخراب على يد عصابات داعش الإرهابية، ولكن اليوم بدأت ترتفع مأذنة الحدباء بفضل جهود أبنائها الغيارة. اليوم ما يميز العمل أن كل الكادر، الشركة المنفذة، العامل والمهندس هم من أبناء مدينة الموصل. اليوم الحمد لله وصلت هذه المأذنة إلى أكثر من 40 مترا، لم يتبقى إلا بضع أمتار وترجع كما كانت تعانق السماء، تعود لرمزيتها وتعود الموصل تعتز بشموخها. نحن اليوم هذه المناطق الحضارية التاريخية هي تعتبر تاريخ وإرث وحضارة الموصل.